هل تعتقد بأن هذه المناورات بالطائرات المسيرة الإيرانية فيها تهديد مباشر للسعودية أم للولايات المتحدة الأمريكية في ظل القرار مجلس الأمن الدولي الـ 2231 الذي سينتهي قريبا جدا؟ فيها خطر على السعودية وعلى أمريكا، لأن الاتفاقية النووية التي حصلت سنة 2015 تقول بأن مفعول هذه الاتفاقية ينتهي في مرحلتين. المرحلة الأولى هي سنة 2016، عندها الاتفاقية تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم باستعمال المولدات التي لها تقنية حديثة التي بإمكانها أن تخصب اليورانيوم بسرعة هائلة. إذن من بعد سنة 2016 بإمكان إيران أن تنتج، وهي الآن تنتج هذه المولدات، ولكن هذا سوف يؤدي إلى استطاعة إيران لأن تصل إلى حدود 90%. ولكن ما حصل مؤخرا هو الاتفاقية بين الولايات المتحدة منذ حوالي شهرين مع إيران، بعد أن بدأت المنظمات الموالية لإيران في العراق بقصف المواقع الأمريكية في سوريا. عندئذ اقترحت الولايات المتحدة على عقد اتفاقية غير رسمية مع إيران، أولا ترمي إلى أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60%، ووافقت إيران على ذلك. ثانيا أن توقف إيران نشاطات المنظمات أو الميليشيات التابعة لها التي كانت تقصف القواعد الأمريكية في سوريا. هذه الاتفاقية التي حصلت منذ حوالي شهرين يبدو أنها وجدت مناخا سلميا في الوقت الحاضر، ولكن مناخ مؤقت. اليوم نجد بأن هذا الوضع يتدهور أكثر بالتهديدات التي توجهها أو بالتصريحات التي يوجهها الرئيس الإيراني ضد السعودية فيما يتعلق بالمسائل التي تطرح في الوقت الحاضر، مسألة التطبيع. السعودية تريد أن تطبع مع إسرائيل، تريد أن تطبع ليس حبا بإسرائيل، ولكن الأمن القومي السعودي بحاجة إلى دولة مثل إسرائيل لحمايته، وكذلك بحاجة إلى الولايات المتحدة لحماية النظام السعودي. إذن تجد السعودية أن أمنها القومي سوف يكون مؤمنا إذا ما طبعت مع إسرائيل وعقدت اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة، وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر.